عليكم، مرحبا بكم عندنا، ولواش المباركة سعيدة، عيد مبارك سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله كاملة خارج المغرب وداخل المغرب. وحنا في الصباح مبارك سعيد كنوضوا نديروا الشوربة لوليداتنا. حنا بطبيعة الحال كنصليو الفجر في المسجد اللي قريب لينا، هما كيديروه لنا، ومنين نجيو نعطيو لوليداتنا الشوربة بالحليب، وفي التالي عاود نهزو داكشي ونحطو هاد الشهادة اللي كتشوفوا دابا. ولكن كنركزو في مدينة وجدة على الكعك الوجدي، كانوا يديروه شحال هادي خامر، وهذاك هو اللي كان زين. ولكن حاليا ولا كلشي يديروا غير عادي، حيت كلشي تقدم ولا كلشي هادي. وكنديروا في الوجبة ديال الغداء كنديروا الطعام، اللي جا يغفر ولقى الطعام واجدو بغا ياكل يجلس مرحبا به، واللي ما بغاش يجي يشرب كاس ديال اتاي وشويه ديال الكاطو ويمشي. ومن بعد ما نتغداو اللي عنده العائله كبيره اللي عندها النساب والبنات والعرايسات هما كيجيو يغفروا عليها، واللي ما عندهاش هي كتمشي. اللي ما عندهاش بحالي انا كنمشي عند دار حمايه ودار شيخي الله يرحمه ما بقاش، مشي عند دار حمايه عند اللي كبر بيا، حنا كنتغفروا عليهم. هذه هي التقاليد تاع مدينه وجده. السلام عليكم، مبروك عيدكم، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله يا ربي بالصحه والهنا والستر، وليداتكم ان شاء الله مالكنا ان شاء الله بالصحه والستر والشفاء العاجل ان شاء الله من عند الله سبحانه وتعالى بيد الله. والمغاربه كاملين واخوتنا الاسلام كاملين في اي مكان واي بقاء يجيب لهم الرحمه من عند الله. العادات والتقاليد ديالنا احنا المغاربه الوجاده ان شاء الله بحول الله احنا وجاده. عادتنا ان شاء الله الصباح كنوضوا نديروا الشوربه بالحليب ان شاء الله. حنا كيديروها لنا في المسجد، حنا المسجد قدامنا كيديروا لنا في المسجد، نديروا تما ناكلوا تما نجيو ونجيو لديورنا نحطوا العاده كما راكم تشوفوا فيها المسمن، الكاطو تاي داك الشيء كعك مغربي وجدي وصليحات الاخرين حتى من بعد ان شاء الله مع 12 ان شاء الله مع الظهر نديروا الطعام الغداء. كنديروا الكسكس اللي تعرفوا انتم وحنا مع اليوم الجمعه وبليجي كلشي الناس ديره، ونطلبوا لكم ان شاء الله مغفره الذنوب، مغفره الذنوب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كمان شيت اني فرحانه بشيت الكسوه ديال العيد وعطاوني الفلوس هو غادي يلعب مع صحاباتي. شاطك جدي ها؟ شاطك جدي مزيان فرحانة كسوة العيد نلعب مع صحاباتي. انت هي ما عطاوكش فلوس؟ دسيتهم عند ماما. شاطك 10 دراهم. السلام عليكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. انا فرحانة بزاف بمناسبة عيد الفطر، وانا نلعب مع صحاباتي. دوروا معك؟ واه شلعتها؟ مش عارفه ما سمحت.